مكة معنا الدكتور مختار الرباش وكيل قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اليمنية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور مختار. فقط نريد أن نفهم هذه الجزئية، ما الذي يقوم به بالفعل الحوثي، طبيعة هذه الممارسات، ولماذا، على ماذا سيحصل، ما الذي سيجنيه من جراء ذلك؟ حياكم الله وجميع المشاهدين. وزارة الأوقاف والإرشاد حرصت على النأي بشعيرة الحج والركن الخامس من أركان الإسلام عن الخلافات السياسية وعن ميدان الحرب، حتى يؤدي جميع اليمنيين في ربوع اليمن القابعين في تحت سلطة الشرعية وتحت سلطة الانقلابية أداء هذه الفريضة بعيدا عن السياسة، امتثالا ولما تقوم به المملكة العربية السعودية في فتح الحج للجميع بدون استثناء، حتى لو كان الحجاج من دولة عدوة. فإبعاد هذه الشعيرة وهذا الركن من أركان الإسلام عن الخلافات السياسية والدينية لا يفعله إلا كرام القوم. وزارة الأوقاف والإرشاد يعني حرصت أن تبعد هذه الخلافات عن هذه الشعيرة، ولكن للأسف الميليشيات الانقلابية في صنعاء تمارس ابتزاز شركات الحج وشركات النقل والخطوط الجوية اليمنية، وتمارس يعني التهديد والابتزاز لهم، وليس في أيديهم الحج تم توقيعه عن طريق وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة في الحكومة الشرعية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. وزارة الأوقاف هي المعنية بترتيب شؤون الحج لجميع اليمنيين في داخل اليمن وفي خارجه. اليوم أيضا وفقا للأنباء الواردة بأن ميليشيات الحوثي اعتقلت موظفين وكالات الحج لرفضهم تسليمها قيمة تذاكر الحجاج جوا إلى اليمن، كيف سيتم التعامل مع هذه النقطة؟ هل سيبقي الحوثي فعليا على هذه أو هؤلاء محجوزين؟ ليس بغريب على هذه الجماعة الانقلابية مثل هذه الممارسات ومثل هذا الابتزاز. وكالة الحج ملتزمة بتعاليم وتعاميم وزارة الأوقاف والإرشاد، المواطنون أيضا نفس الكلام ملتزمون بتعاليم وتعاميم وزارة الأوقاف والإرشاد، لأنهم يعلمون علما يقينا أن موضوع تفويج الحجاج لا يتم إلا عبر هذه الجهة المختصة وهي قطاع الحج والعمرة وزارة الأوقاف والإرشاد. أما الحوثيون فليس بأيديهم أي تفويج وأي معاملة من هذا القبيل. هناك اليوم حصل اجتماع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مع وزير النقل، وأيضا هناك تواصل مع الجهات العليا في الحكومة الشرعية لوضع حلولا لهذه الإشكالية. طيب، بعيدا عن الموضوع الفائدة المادية التي يريدها أو الموارد المادية التي يريدها الحوثي، هل من الممكن أن يكون له دوافع أخرى من خلال هذا الضغط وهذه ربما هذا التصعيد الذي يقوم به في هذا المنحة؟ عمليات الحوثي دائما سواء كانت حربية أو سياسية أو مجتمعية أو اقتصادية كلها تؤكد لليمنيين وللدول الجوار وللعالم أن هذه الميليشيا هي ميليشيا دموية، ميليشيا ابتزاز، لا تراعي شعيرة ولا تراعي دينا ولا إنسانية. تخيل يعني شعيرة الحج والركن الخامس من أركان الإسلام الذي يجب على الجميع أن ينأى بالخلافات السياسية وعن هذه الشعيرة، إلا أنهم مصرون على التدخل فيها وابتزاز المواطنين وشركات الحج. لا يخفى على الجميع سابقا تدمير المساجد من قبل هذه الجماعة.
فليس بغريب عنهم أي ممارسة بعد ذلك. هل من أعداد لديكم كحجاج من اليمن، سواء من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو من المناطق الحوثية؟ هل من نسب موجودة أو أرقام محددة دكتور مختار؟ أول شيء، عدد الحجاج اليمنيين 24255 حاجا. بدء التفويج سيتم من 18 ذي القعدة برا، سيبدأ عدد الحجاج المغادرين برا حوالي 11742 حاجا. عدد الحجاج الجو سيأتون من مطارات متفرقة في اليمن، من عدن ومن صنعاء ومن حضرموت ومن الغيضة، سيأتون حوالي 12400 حاج جوا، وصولا إلى الأراضي المقدسة، إلى مطارات جدة والمدينة المنورة. مطار جدة سيصل إليهم بإذن الله تعالى حوالي 9400 حاج. مطار المدينة المنورة 3000 حاج. سيأتي من مطار صنعاء بحسب الترتيب 8278 حاجا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. كنت معنا من مكة الدكتور مختار الرباش، وكيل قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اليمنية. شكرا جزيلا.